الكارثة بقى الجديدة اللي أنا عمري في حياتي ما سمعتها وأنا تلميذ، يعني وإحنا تلامذة، أنا كنت في مدرسة مختلطة ابتدائي إعدادي ثانوي، كان معانا بنات في نفس المدرسة، وأنا فاكر كان في مدارس صبيان بس ومدارس بنات بس، بس أنا جدتي الله يرحمها قالت لي أنت، وإحنا أنت في مدرسة بنات اللي جنبك دي أختك، زميلتك أختك. فعمري ما سمعت لغاية ثانوي وجامعة إن في طالبة اشتبكت مع طالبة بالإيد أو كذا كذا كذا، إنما تمسك مطوة يا ليلة غبرة يا ليلة سودة، غطيني يا أخلاق وصوتي. دول بقى أي تربية؟ أي تربية؟ النهاردة أنا عندي ثلاث حوادث، اللي ماسكة مطوة واللي ماسكة موس واللي ماسكة شومة، يا نهار أسود يا نهار اسود، ومهبب ومطين بطين على الخلفة وعلى التربية، بنات مش ولاد. طب ده ايه؟ انا هطلع من هدومي. شوفوا بقى المعلمة، انا مش عارف اسمها ايه، بس دي غلبت ام بقه في حوش باردة. لما تبقى تلميذة في اعدادي او في ثانوي، هي في سنة كام يا شباب؟ بتهدد زميلتها ثانوي، يعني انت بعد شويه هتبقي في الجامعه، يعني انت في سنك ده ممكن تتجوزي وتبقي ام، ما انت ناضجه عضويا لكن ما انتش ناضجه فكريا ولا نفسيا. لو انت ام بقى وبتتعاملي بالمطوه وبتهددي زميله تانية، هما اتنين خدوا بالكم البنتين، وانا اقول لكم حصل فيهم ايه، وبتهددي بمطوه قرن غزال، لو انت اتجوزتي هتخلفي ايه؟ اشباح؟ عزبجيه؟ تجار مخدرات؟ بلطجية؟ هو ده المنتج، لأن هنا مطوة قرن غزال. نشوف الفيديو. يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جايه؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عامله لك مفاجاه. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عامله لك مفاجاه، جحت امرينها. كانت جايه تعورك. مش كان نفسك في دي؟ مش كان نفسك في دي؟ جبتها لك يا عمر عشان تعرف مفيش اي. كان عاوز تعورك. لا لا ما تقوليش كده، انا عورت حبيبتي. مش هورك، بس انت تعالي هنخلي راسك جنبك وانزلي النهارده والفؤاد الساعة 5 ماشي؟ يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جاية؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عاملة لك مفاجأة. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عاملة لك مفاجأة، جحت اورينها. كانت جاية تعورك. مش كان نفسك في دي؟ مش كان نفسك في دي؟ جبتها لك يا عمر عشان تعرف مفيش اي. كان عاوز تعورك. لا لا ما تقوليش كده، انا عورت حبيبتي. هورك بس انت تعالي هنخلي راسك جنبك وانزلي النهارده والفؤاد الساعه 5 ماشي؟ يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جايه؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عامله لك مفاجاه. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عامله لك مفاجاه، جحت اورينها. كانت جايه تعورك. مش كان نفسك في دي؟ مش كان نفسك في دي؟ جبتها لك يا عمر عشان تعرف مفيش اي. كان عاوز تعورك. لا لا ما تقوليش كده، انا عورت حبيبتي. مش هورك بس انت تعالي هنخلي راسك جنبك وانزلي النهارده والفؤاد الساعه 5 ماشي؟ يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جايه؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عامله لك مفاجاه. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عامله لك مفاجاه، جحت اورينها. كانت جايه تعورك. مش كان نفسك في دي؟ مش كان نفسك في دي؟ جبتها لك يا عمر عشان تعرف مفيش اي. كان عاوز تعورك. لا لا ما تقوليش كده، انا عورت حبيبتي. مش هورك بس انت تعالي هنخلي راسك جنبك وانزلي النهارده والفؤاد الساعه 5 ماشي؟ يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جايه؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عامله لك مفاجاه. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عامله لك مفاجاه، جحت اورينها. كانت جايه تعورك. مش كان نفسك في دي؟ مش كان نفسك في دي؟ جبتها لك يا عمر عشان تعرف مفيش اي. كان عاوز تعورك. لا لا ما تقوليش كده، انا عورت حبيبتي. مش هورك بس انت تعالي هنخلي راسك جنبك وانزلي النهارده والفؤاد الساعه 5 ماشي؟ يا قلبي ما جيتيش ليه؟ مش قلت انك جايه؟ كمان اصلا كانت عاوزاكي تيجي، كانت عامله لك مفاجاه. بس كويس انك جيتيش. يا بسنتي انا كنت عامله لك مفاجاه. في واقعه تانيه، طالبه طلعت موس، احنا معانا صورتها دي يا شباب،
ليه طالبة زميلتها. انتوا عارفين ان في الافلام ما بيكونوا في حبس كده فيقوم طالع الواحد معاه لك اه ويقوم طالع الموس كده مش عارف ايه. ده اللي حصل في احدى المدارس. انا مش مصدق لانه دي ظاهرة غريبة على المجتمع المصري وعلى التعليم المصري. طبعا النهاردة اهو زميلة تعليم مقدمة عاملة في احدى المدارس مدرسة السيدة عيشة الثانوية التجارية بالخصوص شهدت حادثة اعتداء من قبل احدى الطالبات ضد زميلتها في المدرسة باستخدام موس حلاقة. موس حلاقة يا شاطرة يا شاطرة. طبعا الخصوص والمنطقة اللي حواليه دي مسمينها مثلث الرعب ماشي، لكن ومدرسة ثانوية تجارية برضو مؤهل متوسط يعني ماشي. مناظرة المدرسة طلبت بتكليف الطالبة فاطمة يونس واثنين من زميلتها من الامساك بالطالبة المشاغبة في حجم المدرسة لارتكابها افعال تهدد سلامة، فتم الامساك بها وتسليمها لمكتب النظر تطالب طالبات الثانوية. يعني هي حولتها للتحية. لكن انا بقف عند هذه الظاهرة اللي هي برضو غير معتادة عندنا في تاريخنا، مش ولا قيمنا ولا اخلاقنا. النهاردة التعليم موجهة وزارة التربية والتعليم الفني المدارس بمكافحة ظاهرة العنف بين الطلاب داخل المدارس، حيث أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن حدوث بعض الوقائع عنف بين الطلاب ليس سلوكا تربويا أو تعليميا ومرفوضا، وأنه مواجهة ظاهرة العنف لها يعني إلى آخره. طبعا هم هنا مركزين على أنه ده تعليم الفني بس، لكن هو مش التعليم الفني بس. احنا عندنا كذا حادثة في التعليم العادي وفي التعليم الفني، التعليم الفني يعني ثانوي صناعي وثانوي تجاري إلى آخره. لكن طبعا اللي أنا ملاحظه برضو إنه مستوى الثقافة في التعليم الفني منحدر. وكنا عملنا وزارة للتعليم الفني لوحدها، وأنا كنت استضفت آخر وزير فيها من عدة سنوات كان اسمه الدكتور محمد، واتكلمنا إنه فعلا اللي بيخشوا تعليم ثانوي وبيطلعوا ثانوي فني أو ثانوي تجاري مستواهم الثقافي في الأغلب العام منحدر، لأنه بيخش من إعدادية بمجموعه قليل وبالتالي ما بيكملش تعليم. طبعا الثقافة المفروض ما تبقاش مرتبطة بالتعليم قوي، يعني المفروض ممكن تلاقي فلاح مثقف، لكن احنا عندنا الثقافة مرتبطة بالتعليم لأنه مرتبطة بالتلقين. في كل الأحوال الوزير النهاردة اتكلم برضو عن الظاهرة دي وقال ان هي مش دور الوزارة لوحدها. انت عندك حق مع الوزير، بس هي بالأساس دور الوزارة، بأساس دور المدرسة. مهم البيت والإعلام والجوامع والخطاب الديني ومؤسسات أخرى عديدة، لكن هي الأساس المدرسة.